اليوم تسمعون الكل تريد أن تحارب الفساد والفاسدين، حتى الفاسدين يخرجون علينا بشعارات براقة وبأنهم يريدون أن يقضوا على الفساد، وهم من جاء بهذا الفساد إلى هذا البلد. من سرق العراق؟ إن شاء الله سرق واحد من برا. من اللي باق وهدر هذه الثروة الطائلة اللي لو استغلت وبالحد الأدنى، ولو بالحد الأدنى، لكان العراق الآن في مكان غير المكان اللي هو فيه الآن. مو مثل ما شعب الآن يبحث عن الكهرباء والماء وبطالة موجودة بين الشباب ومشاريع فاشلة، كل هذا بسبب الفساد. حتى الإرهاب أحد أسبابه هو الفساد المستشري في الدولة العراقية. اليوم كلها تيجي تحارب الفساد وكلها ترفع شعارات محاربة الفساد.